بونجور ميز إليف، راني باش نصلح معاكم لي زيكزرسيس اللي بعثتوهم لي وقلتوا لي نحبوا نخدموهم. ديجا هذايا ثما كيلكو زيليف صلحتو معاهم وثما اخرين ما صلحناهوش، دونك باش نصلحوكم اون فيديو. بربي ما يفهمش حاجه يعمل لي كومونتير ولا يبعث لي اون بريفي ولا كيما تحبوا نتوما، انسي كو نخليكم ليكزرسيس والكوريكسيون في اول كومونتير. باه اول رمارك ديما نقولها لكم، نقول لكم ساعات تلقى كورب لكن مش حاطط لك فيها لي دوني كل، دونك رد بالك تبدا تقرا لي كيستيون ديريكتومون من غير ما تثبت في لي دوني وتراش ناقصك في لي دوني. دون لو بلان ميني دار ريبير اورتوغونال لا كورب سي دون فونكسيون اف ديفيني سور 0 بلس لانفيني. يعني اول حاجه عندنا الدومين دو ديفينيسيون سي لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني، داكور. اونسويت لا تانجون تي، la tangente à la courbe au point A 0,5 1. كان لاحظتوا هوني ماهوش حاطط لي البوان A، نجمو احنا نحطوها البوان A. البوان A اي دو كوردوني بويسك هذا الO وهذا الE وهذا G، هذه 0,5 وهذه ال1 اي فوسي alors le point A. le point A هذايا دو كوردوني 0,5 1، داكور. شبيه البوان A هذايا la tangente T à la courbe C au point A de coordonnées 0,5 A passe par le point B de coordonnées 0,2. Oui, le point B, donc voici le point B de coordonnées 0,2. Qui connaît la tangente, elle est à A. La tangente à la courbe au point A est à B, c'est-à-dire la tangente est à la droite AB. D'accord. وإذا كان توفروا عندي دو بوان بيان سور نجم نطلع الاف بريم دو 0,5 بويسك لا تانجونت اي او بوان دابسيس 0,5. باه اونسويت اون ديزيني بار اف بريم لا فونكسيون ديريفي دو اف ساشون كو باه لاكس ديزوردوني تون اسيمتوت. كاست لا فيدير لاكس ديزوردوني سي تون اسيمتوت، يعني ليميت في 0 بلس دو اف دو اكس ايكالا بلس لانفيني. هذه هي المعلومة نجم ناخوها. Ensuite, سي دو اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس او فوازيناج دو بلس لانفيني. دونك لاحظوا انه من جهة بلس لانفيني الكورب عندها برانش انفيني دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، داكوردو؟ سو كي في كو لا ليميت اون بلس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ايكالا زيرو على خاطر البرانش نتاعنا تبع لاكس دي زابسيس. بعد ما قرينا المعلومات نتاعنا نجمو ناخذوا لي كيستيون نبداو نجاوبوا مع بعض. الوغ اول سؤال انه بار ليكتور جرافيك يحب يلوج على اف دو 0,5. اف دو 0,5 مش توا توا قلنا ايكالا ا، دونك اف دو 0,5 ايكالا ا. هذه اول حاجه اف دو 0,5 ايكالا ا سيت اون دوني خاطر قال لي ا le point de coordonnées 0,51. Ensuite, طلب مني f prime. يا اخي f prime باش مربوطه، f prime ديما مربوطه بالتانجنت. ش عندنا في الكورب؟ عندنا une tangente horizontale au point d'abscisse A. Voici la tangente au point d'abscisse A. هذه التانجنت، هذا البوان دابسيس A وهذه la tangente horizontale. وين ما تبدا التانجنت horizontale راهو الديريفي ايكالا 0. باه ensuite, طلب مني f prime de 0,5. 0,5 اللي هو هذايا نمشيو للكورب نلقى عندي تانجونت. هو مبكريش قال لنا، قال لنا لا تانجونت او بوان ا دو كوردوني 0,5 ا باس بار لو بوان بي، يعني دروات ا بي هي بيدها التانجونت. اذا كان انا عندي تانجونت لقيت فيها دو بوان دونك فاسيلمون نلوج على الديريفي. كيفاش نلوج عليه الديريفي؟ كيفاش؟ سا سورا y1 مو y2 سير x1 مو x2 بيان العكس y2 مو y1 سير x1 x2 مو x1. دونك سا سورا 2 موانز 1 سير 0 موان 0,5. لو ريزولتا سي 1 سير موان 0,5 ايكالا 1 سير موانز 1 دومي خاطر 0,5 هي 1 دومي ايكالا موان 2. داكوردو؟ توا كي يطلب مني الليميت في البلس في 0 بلس دو اف دو اكس، يا اخي بكري شويه قال لنا راهو عندنا لاكس ديزوردوني سي اون اسيمتوت فيرتيكال، وحنا نعرفوا لاسيمتوت فيرتيكال الليميت في عدد هي لانفيني. بويسك لا كورب طالعه الفوق وقت اللي نقربوا للزيرو الكورب طالعه الفوق، سيتادير لا ليميت لاكس اكس تانفير 0 بلس دو اف دو اكس سي بلس لانفيني.
D'accord. Ensuite, il y a une limite pour le plus l'infini. يعني احنا نجيو من جهة plus l'infini اللي هي côté heavy ونراو الكورب. Est-ce que le courbe طلع الفوق ولا الكورب هابط اللوطة ولا الكورب ماشي وتتبع في دروات أفقية؟ ديما نقول لكم كان يطلع الفوق plus l'infini كان يهابط اللوطة، مو l'infini كان يمشي وتتبع في حاجة أفقية. alors نراو هيك الدروات الأفقية منين تتعدى، كان تعديت من 2 alors limit 2 تعديت من 3 limit 3 ainsi de suite. وهنا puisque courbe ماشي وطلع الفوق donc la limite في الزيرو في plus l'infini de f de x égal à plus l'infini. ensuite بكري شوية كيف كيف في الدوني قال لنا راهو عندي برانش انفيني دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، سافو دير عندي قدمة من الكورب ماشي وتتبع في لاكس دي زابسيس، سو كي في ليميت في البليس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ايكالا زيرو. اخر حاجة طلبها مني بار لكتور جرافيك كلمة دوموند لو سيني دو اف. احنا نعرفو السيني انه اذا كان فوق لابسيس سي بوزيتيف، اذا فوق لاكس دابسيس سي بوزيتيف، تحت لاكس دابسيس نيجاتيف. يا اخي الكورب كلها فوق لاكس دي زابسيس، ميم با مست لابسيس، ما مستوش جمله، يعني حتى زيرو ما تنجمش تكون، سو كي في لا فونكسيون اي توجور بوزيتيف كار سي دو اف اي او دو سو دو لاكس دي زابسيس. هذا الشطر الاولاني اللي هو بار لكتور جرافيك. دوزيام بارتي عطاني لا فونكسيون تاعي اللي هي الاف دو اكس هذيا، وطلب مني شنو باش نحسب له لو ديريفي. يلا نفكركم شويه بربي في لي ديريفي، اللي ناس الديريفي نفكروا شويه في الديريفي. انه اذا كان عندي كونستانت تولي 0، اكس تولي 1، ا اكس تولي ا، اكس كاري تولي 2 اكس، اكس على بيسونس ان تولي ان اكس على بيسونس ان موانز 1، 1 سور اكس هي موانز 1 سور اكس كاري، هي اللي باش نخدموا بها وباش نستحقوا لها، هي اللي باش نستحقوا لها برشا. Racine de x, tu as les 1 sur 2 racine de x. ln de x, c'est 1 sur x. e de x, c'est e de x. e de moins x, c'est moins e de moins x. نرجعو لهنا نراو روحنا شعنا. احنا قلنا ال 1 sur x, tu as les moins 1 sur x carré. ln de x, tu as les 1 sur x. Ou heavy, puisque ma fille est x, donc c'est une constante. Ou a constante dérivée m'tah, 0. Donc, باش نتحصلوا على هذوما الزوز، هذي المقام نتاعها اكس كاري وهذي المقام نتاعها اكس، ما نجموش نخدموا هكا كامل نوحدوا المقامات. دونك هذي هذي نضربها في الاكس الفوق اللوطه، باش تولي لنا اكس سور اكس كاري، نحطهم سور ان ميم دينوميناتور، سا سورا موانز 1 بلوس اكس سور اكس كاري، نقلبوها باش تولي اكس موانز 1 سور اكس كاري، ستادير حولت الاكس من هنا والموانز 1 من الجهه الاخرى. باه. La question suivante يطلب مني tableau de variation. كي يطلب مني le tableau de variation، أول حاجة يلزمني نراها أو سنول الـ F'. الـ F' وين ما تبدأ كسرية، وباش نراها أو سنول، نراها وقتاش إيكالا زيرو، ناخذو كان الفوقاني، يعني إكس موانز 1 إيكالا زيرو. سافو دير كو إكس إيكالا 1. باه، سنول في الـ 1. لكن احنا عندنا اللوطاني اللي هو الاكس كاري اللي توجور بوزيتيف، يعني باش ناخذ السيني نتاع الفوقاني اللي هو سو لا فورما ا اكس بلس بي. ما انا قلنا سنيل في الان، بيسكو سنيل في الان على اليمين توجور لو سيني دو ا، وعلى اليسار لو سيني دو موانز 1. باه السيني دو ا يعني السيني اللي لاصق في الاكس اللي بوزيتيف، دونك على اليمين بلس وعلى اليسار موان. Et puisque on est plus croissante, moins décroissante. Tu as donné les limites, les احنا محسبناهمش, c'est deux limites ou f de 1. نجيو مع بعضنا نحسبوا ليميت في 0 بلس، خاطر احنا بكري طلعناها جرافيكمون، لكن لازمنا نتعلموا كيفاش نطلعوها بار كالكول. ليميت في 0 بلس هي ليميت في 0 بلس نتاع 1 سور x ln de x 1 موان ln de 2. 1 سور 0 بلس. يا خاطر الاكس باش نعوضها باش بالزيرو بلس، 1 سور 0 بلس تعطينا بلس لانفيني، ولا لان دو اكس في الزيرو بلس سيتي فورميل تعطينا موان لانفيني، بلس لانفيني موان لانفيني سيتي فورم انديتيرميني. بربي بالمناسبه نحب نفكركم باللي فورم انديتيرميني اللي هما كاتر فورم انديتيرميني، الاولانيه 0 سور 0، الثانيه لانفيني على لانفيني، الثالثه 0 فوا لانفيني، والرابع اللي هي تعرضنا لها توا بلس لانفيني موان لانفيني، ما نجموش نحسبوهم. هذوما لي كاتر فورم انديتيرميني.
اي فورمة اخرى ابارهم نجمو نحسبوها. دونك نرجع لهنا، لقينا رواحنا اللي عندي فورم ديترميني. اش خممنا؟ خممنا اللي احنا ناخذو 1 سور اكس اون فاكتور. كي ناخذ 1 سور اكس اون فاكتور كاني موجوده ناخذها، مش موجوده وانا كاني انا يعني انا باش ناخذ الاكس من لوطا اون فاكتور، موجوده ناخذها مش موجوده نضرب فيها الفوق. دونك كي ناخذ 1 سور اكس اون فاكتور وانا عندي منها شي يفضل لي لهنا ا، ناخذ 1 سور اكس وانا ما عنديش منها نضرب فوا اكس. واضحه؟ x ln de x في 0 plus c'est une formule égale à 0 وهذه 1 0 plus 1 شتعطينا 1 و 1 sur l'infini plus l'infini plus l'infini fois 1 égale à plus l'infini وبالتالي limite في 0 plus c'est plus l'infini. نتعديو للليميت في plus l'infini. باه تراه نجربو 1 sur l'infini شتعطينا 0 ولا ln de x في plus l'infini شتعطينا plus l'infini و 1 moins ln de 2 c'est une constante. Plus l'infini نزيدها 0 نزيدها constante أكيد باش تعطينا plus l'infini. وبالتالي الليميت في plus l'infini c'est plus l'infini. ش قعد لنا توا؟ قعد لنا f de 1. f de 1 هي 1 sur 1 plus ln de 1 plus 1 moins ln de 2. 1 sur 1 تعطينا 1. ln de 1 هي 0. و 1 moins ln de 2 كتبناها. 1 plus 1 تولي 2. تولينا 2 موان ln de 2. نجيو لهوني ونكتبوها في التابلو نتاعنا وهكا التابلو يكون مريقل وامور واضحه. علاش؟ على خاطر وين يطلب مني تابلو دو فارياسيون اكيد يلزمني نعمرو بالاف بريم بالاف بالليميتات بالليزيماج انسي دو سويت باش تنجم تاخذ النوت نتاعك كامله. اخر حاجه عطاني فونكسيون غران اف ويل مي دوموند دو فيريفي كو سيتين بريميتيف دو بيتيت اف. احنا نعرفو انو اذا كان نحسبو لها الاف بريم نتاعها ونلقاوها البيتيت اف دونك شمش تطلع لنا؟ تطلع لنا لا بريميتيف دو بيتيت اف. دونك جاو بعضنا نحسبو الديريفي. اول حاجه نلاحظها انو سي اي فوا في، هذه اي فوا في. نتفكروا الفورميل اللي هي اي بريم في بلس في بريم اي. باه والثانيه ln de 2 fois x c'est la forme a fois x. D'accord? Donc u prime v plus v prime u dérive où x plus 1 تطلع لنا 1 ندير ln نخليوه من بعد نديريفي ln تطلع 1 sur x والx plus 1 نخليها ainsi que a fois x تقعد لي a. هذا اللي تحصلنا عليه توي كننشروه تولي لنا هوني ln de x a x fois 1 sur x هي x sur x و 1 fois 1 sur x c'est 1 sur x moins ln de 2. يخي x sur x bien sûr c'est égal à 1. جيس شعملنا احنا توا ln وال 1 sur x حطيناهم بجنب بعضهم وال 1 وال moins ln de 2 حطيناهم بجنب بعضهم. لاحظنا اللي هي هذه هي الفونكسيون f. donc grand f de x c'est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. ان شاء الله يكون الاكزرسيس واضح واي حاجه تحبوا تفهموها وانتم قولوا لي.